شيخنا اذا انتهيت من اجابه اخونا، الاختتان هل هو خاص بالذكور دون الاناث؟ السنه خاص بالذكور طردا، ليس خاصا بالاناث طردا، وانما احيانا. ذلك يختلف اختلاف النساء. في بعض البلاد بعض النساء يكون هناك قطعة لحم بارز يقطع. بعض البلاد وبخاصة البلاد الباردة لا يوجد هذا الشيء فلا يقطع. ولما كانت البلاد الحجازية بلاد حارة فكانوا بحاجة إلى مثل هذا الختان، ولذلك الرسول عليه السلام أمر الختانة اللي كانت تقتل النساء بقوله اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع. وعلل في الحديث بأنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. المبالغة في القطع يظهر والله أعلم أنه يعني بخفف من الشهوة، وبالعكس الإبقاء على تلك القطعة من اللحم بيجعل المرأة مغتنمة، بيهلك الرجل بعدين معها. وخير الأمور الوسط. فمن كان في بلاد فيها مثل هذه النساء هذا هو الختان. تفضل. الرجل عنده شركة وفي عنده سكرتير، المدير تبع الشركة بيشرب خمر، هذا السكرتير يعمل عنده يعني ولا ما يعمل؟ يعمل عنده. يعني لا، سؤالك يعني اللي يعمل عنده هذا هو مدير الشركة يشرب خمر، يشرب خمر بحضور السكرتير. لا هو ما قاعد يشرب خمر. ها؟ ما يشرب خمر بحضور. لكان شو عرفه بيشرب خمر؟ ها؟ ايوه في المكتب. ايه وما بيشرب هيك علنا؟ لا ما شافه. اذا ما كان مشكلة الا هي معليش، لكن انا بتصور في مشاكل. لا ما طيب ما بتقول شركة؟ لا. طيب شركة ما بتعامل مع البنوك؟ ايوه هذا السكرتير ما بيتعامل مع البنوك بحكم سكترته؟ قول لا. اذا خليك تفضل.